اهلا بيكم على قناتكم قناة دروس الماني اونلاين. ولو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وده فيديو جديد وانا اسماء جويلي ويلا بينا نبدأ. درسنا النهاردة بسيط جدا جدا وسهل وقصير كمان جدا، ومع ذلك هو مهم جدا. النهاردة هنتكلم عن حاجة مش كلنا سمعنا عنها وهي الانديفينيت برونومين. يعني ايه انديفينيت برونومين؟ يعني الضمائر المبهمة. يعني ايه برضو ضمير مبهم؟ باختصار هي ضمائر بتيجي مع الاسماء المفردة وما بتعربش. يعني ايه ما بيعربش؟ ما بيعربش يعني زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا حوالي 4 حالات اعرابية، وهي الرفع والنصب والجر والاضافة، وبيتغير فيها اي ضمير. كل الارتكل الام بشتمت، ارتكل بشتمت، ارتكل ضمائر الملكيه، كل حاجه بتتغير فيها الا الانديفينيت برونوم ما بتتغيرش فيها. يعني هي كلمه ثابته بتتحط، ما بتتعبناش بقى سواء جايه مفعول به منصوب، بنحطها زي ما هي. طيب ايه اشهر الانديفينيت برونوم واكثرهم استخداما واللي هنبدا بيها النهارده؟ هو ايم بيشين. ايم بيشين معناها قليلا او القليل من. ايم بيشين هو ضمير مهم جدا وحلو جدا في الجملة، وبيأكد معنى الجملة وبنحتاجه كتير، فلازم نعرف بنستخدمه ازاي ولو لقيناه كمان نترجمه ازاي. اولا ايم بيشين هي بتيجي على بعضها، وبان انا قلت ان هو ضمير مبهم فهو دايما هيبقى اين، عمره ما هيبقى اينر بيشين، عمره ما هيبقى اينن، عمره ما هيبقى ايني، هو دايما اين بيشين. طيب امثلة على كده، مثلا لو انا قلت اشحاب النخ اين بيشن جل، يعني انا لسه طبعا نخ معناها مازال، وشرحناها في فيديو قبل كده على القناة اني انا مازال عندي ومعايا القليل من النقود. طيب احمد است ايم بيشن ميدا، معناها ان احمد لسه تعبان شوية. هنا ايم بيشن معناها شوية، يعني مش تعبان زي الاول بس هو لسه ستيل تعبان قليل من التعب. احمد متعب قليلا، قليل تيجي معنى قليل والقليل من زي ما قلنا. مثلا زابينا او اي حد مشتزش ايم بيشن اهولن، اهولن معناها يستجم، يعني زابينا نفسها تستجم شوية بقى، تستجم قليلا كده حبة كده، يعني ده معنى ايم بيشن، قليلا شوية بعض. ثم اننا في الاول اتكلمنا في الاعراب، فخليني بقى اجيبه هنا. مثلا مع ميت هتبقى ميت ايم بيشن، مت اين، مش اينر ومش اينن ومش ايني، مت اين بيشن جلوك كان من فيا جلد جفنن، يعني بشوية حظ بس كده الواحد ممكن يكسب فلوس كتيرة. حالة تانية يكون فيها المفروض يتعرب وما بنعربهاش، زي مثلا فيجن، ونعرفين ان مثلا بسبب دي بيجي بعدها الجنتيف، فهنا مثلا فيجن اين بيشن قالتن فيتاز كنن فيا نيشت سباسيان جيهن، بسبب الطقس البارد ما قدرناش نتنزه. سباسيان جيهن معناها يتنزه او يتمشى. ف معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان ايم بيشن معناها زي ما قلنا قليلا او القليل من او شويه زي ما بنقول بالعاميه، وان هي دايما ما بتعربش. احنا استخدمنا في الامثله مع ميت، استخدمنا مع فيجن، في الحالتين جت ايم بيشن. طيب ايم بيشن ليها شكل تاني بتيجي، بتيجي بمعنى كاين، كاين بيشن يعني النفي بتاعها. كاين بيشن معناها بقى اطلاقا او على الاطلاق. ماريو هات كاين بيشن ريسبكت فور زاينا موتا، يعني ماريو ده ما عندوش ريحة الاحترام لمامته مثلا، او ما بيظهرش اي احترام لمامته. فكاين بيشن هنا معناها اطلاقا، لا على الاطلاق، يعني تفسيرها بالظبط لا على الاطلاق. وكمان هنا ما بتعربش وبتفضل كاين، كاين بيشن ايش، لا كاينه ولا كاينن ولا كاينر. طيب امتى بقى بيشن دي بتعرب؟ بتعرب بمعنى ان هي بتتغير من نوميناتيف لجينيتيف لداتيف. لو جت بمعنى داس بيشن، داس بيشن بقى معناها القليل من، داس بيشن معناها القليل من. داس بيشن جيل هيلفت ميا، يعني شوية بس فلوس كده هتساعدني. لو حبيت هنا بقى اقول مت دم بيشن جيلد هقول مت دم، يعني لو حبيت اقول مت مع داس بيشن اللي هي القليل من هتبقى مت دم
بيشنجل كان ايش مثلا كان ايش نخ فاين فاغن، يعني بالقليل من الفلوس ممكن اسافر لفيينا. طيب وامتى كمان تيجي معربة لو جت مع أداة ملكية زي مثلا زاين بيشن ماين بيشن معناها القليل بتاعه، او لو جيت بقى اوصف حاجة لحد يعني مثلا اقول له فلوسك القليلة، تفكيرك القليل، مشاكلك القليلة، فمع ضمائر الملكية بتعرب. وارجع واقول تاني تعرب معناها انها بتتغير على حسب الجملة، لو كانت نوميناتيف او اكوزاتيف او داتيف او جينيتيف. فمثلا لو قلت هنا عندنا بيشن، لو عايز اقول بفهمك القليل ده يعني اللي هو بعقلك المحدود ده انت مش تنجح في ولا امتحان. مت داينم داينم بيشن فاشتان كانست دو دي بروفينج نشت بشتيهن، يعني بفهمك القليل ده مش هتقدر تنجح في الامتحان، تجتاز الامتحان. داس اوتو باستت سو داينم بيشن جاتن، يعني السيارة شكلها مناسب جدا مع حديقتكم. داس اوتو باستت سو داينم بيشن جاتن، سيارة مناسبة مع حديقتكم. بيشن جاتن هنا مع حديقتكم الصغيرة. هي كمان لو انا عايزة اقول ان انا مشكلتي صعبة شوية او مشكلتي مش كبيرة قوي، فمثلا لو قلت ايش بغيشتا في ماينم بيشن شويرين انفال، يعني انا بتكلم مثلا او بديكم تقرير عن الحادثة اللي انا عملتها، بس الحادثة ما كانتش صعبة قوي، الحادثة القليلة اللي انا عملتها مثلا. ممكن طبعا طبعا تستخدم مع الارفاغنج بتاعتنا، ان انا مثلا بتكلم عن الارفاغنج بتاعتي القليلة، فكون هنا بيشن ارفاغنج معناها خبرتي القليلة بس. وبكده نكون النهاردة شرحنا كل اشكال بيشن وازاي بتيجي. طبعا الضمير ده بيقابل اي حد بيدرس الماني او حتى بيقرأ الماني، هو ضمير مشهور جدا سواء في المونليش او حتى في الشغفليش واحنا بنكتب. ومهم جدا ان احنا طالما عرفنا معناه وعرفنا ازاي بيستخدم وعرفنا امتى بيتعرب وامتى ما بيتعربش، ان احنا نبتدي نستخدمه في كلامنا، عشان حتى لو بنعمل انترفيو ندي احساس لان احنا بنتكلم معاه ان احنا عارفين شوية دويتش وبنعرف نوظفه. اتمنى يكون المعلومات جديدة بالنسبة لكم وتكونوا استفدتم من الدرس، وما تنسوش تسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وشكرا ليكم.